جامعه خميس انجرا، حوالي 20 كيلومتر على مدينه تطوان، حوالي 30 كيلومتر على مدينه طنجه. اذا هذا هو المدخل ديال خميس، جامعه خميس انجرا من جهه طنجه. انا نحاول نقول لكم واحد الصوره بانوراميه على الجامعه، كتبدو او الجماعه محاطه بجبال، جبال هي مازال كتعرف واحد يعني كثافه سكانيه ضعيفه، بحكم ان المنطقه كانت عرفت واحد الهجره كبيره، لكن الان حسب شهاده لبعض السكان ان المدينه بدات او الجماعه بدات تعرف عوده بعض ابناء مدينه المنطقه للعيش واستقرار بالمنطقه. لاحظوا بعض المعالم الدينيه، جامع الدوار، هذا شنو سميتو؟ إذا هذا مدخل جماعة أنجرا، وفي الصورة أحد المساجد، مساجد جماعة خميس أنجرا. كما كتلاحظوا أنك توجد في السفح ديال الجبل، إذا نختاروا واحد المنطقة اللي هي منطقة منبسطة أجل الاستقرار والعيش. في الصورة كذلك جبل درسة، جبل درسة الذي يحيط مدينة تطوان من جانب جنوبي. بالنسبه للجماعه اللي كيبغي يدخل لها، كاين جوج المداخل حسب ما لاحظنا. كاين المدخل من مدينه تطوان من منطقه بوصفيحه على حوالي 7 كيلومتر قبل الدخول لتطوان، او من طنجه، طنجه قصر الصغير، نعم المدخل الثالث من قصر الصغير على مسافه حوالي 20 كيلومتر تقريبا من قصر الصغير. المنطقه هي منطقه جبليه، كنلاحظوا حتى هما كيشتغلوا في المجال الفلاحي، كاين انتشار زراعة القمح، وكذلك بعض الجنانات او البساتين اللي كيتم فيها زراعة الخضروات. بالنسبة للبنية التحتية ديال المنطقة، نسبيا مدخل مدينة جماعة هذا يعني طريق معب، يعني فيها بعض الحفر غير معبدة بشكل يعني لائق، ولكن مدخل من ناحية تطوان طريق سالكة بشكل جيد. هذه أول زيارة، تعتبر أول زيارة للجماعة، ولكن في المستقبل نتعرفوا على المعالم المونوغرافية وكذلك الجبال والمعالم الطبيعية. هناك مياه متوفرة، مياه السقي يعني موجود بالقرب منها، تم إنشاء سد هذه حوالي 15 سنة، سد المهدي، ويتم سقي المزارع بهذه المياه. الهواء جمع هواء نقي. نحن الآن وصلنا للجماعة، هذا هو مقر جماعة خميس أنجرا. هذه هي المنطقة التي تعرف تنظيم مهرجان سنوي، مهرجان أنجرا للتراث. كنلاحظوا هذا باب السوق
أسبوعي وكذلك يسمى باب الحوز. باب الحوز